السلام عليكم يا جماعة. اليوم يا جماعة جيناكم في موضوع جد 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 هام يا جماعة. اليوم جينا نحكي يا جماعة على استراليا، فيزا استراليا الجماعات على اغريكولتير يا جماعة، الجماعات على اغريكولتير يا جماعة. اليوم جينا نحكي على الموضوع هذا، ما كانش لي هضر عليها يا جماعة، ما كانش اللي هضر عليها يا جماعه، وما كانش حبسوا. وين تحبسوا يا جماعه؟ راكم ما تلقاوهاش يا جماعه. هذا ما عندوش بزاف ملي تلقوها يا جماعه. وهذا يا جماعه كون كيما نقولوا تتبع المقال هذا اللي حطيته يا جماعه، اللي فيه شرح كيما نقولوها تعبت معاه الشرح هذا يا جماعه، تعبت معاه بزاف، تعبت معاه بزاف باه نوصل المعلومه يا جماعه لهذا الموضوع الحساس يا جماعه. هذا الموضوع اللي كيما نقولوها كيما نقولوها قليل اللي هضر عليه، قليل 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 قله بزاف يا جماعه اللي هضروا عليه، ومازالوا ما سمعوش به بزاف يا جماعه. باسكو هذا الموضوع ما ظنيتش يعرفوها يا جماعه، ما ظنيتش. هذا البروغرام تاع دارتو استراليا، غوفرنمون تاع استراليا يا جماعه دارتو يا جماعه على في مجال الزراعه، في مجال الزراعه جماعه اللي كيما نقولوها داخل في الدومين ديال الزراعه، يقدر يتقدم لهذا البرنامج يا جماعه. هذا البرنامج يا جماعه وظائف في مجال الزراعه استراليا. استراليا طلقت وظائف يا جماعه، طلقت وظائف في اختصاصات، في الاختصاصات تاع الزراعه يا جماعه. بدأت الحركة الأسترالية رسميا تأشيرة عمال مزرعة في أستراليا من الوظائف المتخصصة في المزرعة. كان هناك اهتمام غير عادي للمزارعين الأستراليين ببدء تأشيرة مخصصة يمكنهم من خلال توظيف العمال في أقسام زراعة. أخيرا بدأ الأمر في أول يناير 2020 من خلال فهم العمل. سيكون لدى الشركات الأسترالية خيار تسجيل العمال الموهوبين وذوي المهارات المنخفضة من خارج ومن داخل أستراليا. أيضا من أي حال يجب على المديرين التأكد من أنه لا يوجد خصال قريب يمكن الوصول إليه في المهنة القادمة. جماعة هذا جماعة وشي هذا داروه هنا في برمي جانفي يا جماعة 2020. تقدر كيما نقولوها تكون تسكن ساكن في الجزائر ولا في السعودية ولا في العراق، ولا تتقدم لهذا البرنامج يا جماعة، تتقدم لهذا البرنامج هذا كي تكون في مجال الزراعة يا جماعة، تقدر تتقدم لهذا البرنامج. منع التأشيرة الممنوعة للمهن المتخصصة في المزرعة في أستراليا يا جماعة. هنا الغوفرنمون ماهيش كذا تخلط ولا باسكو، ما راهم ستريكت بزاف في الدومين هذا تاع ليميغراسيون، ستريكت فوق الحق كيما نقولوها. فيزا توريستيك عندها اسم، فيزا طافير عندها اسم، فيزا كيف فهمتوني كيفاه جماعة. الحكومة الأسترالية تصدر تأشيرة أخصائي مزرعات بموجب جدول تأشيرة بريف سكيل، تفتقر الى فيزا او اسمها فيزا سيب كلاس 482، عدا ما يعرف باسم فئه التاشيره الفرعيه 482 يسميوها 482. يوجد في تاشيره الفئه الفرعيه 482 تيارات مختلفه، يمكن تطبيق تاشيره اخصائي مزرعه في مجرى فهم العمل. يمكنك اكتشاف هذا التدفق بشكل متزايد في الموقع الاصلي للهجره الاستراليه بناء على مدة الاتفاق وتفاهم العمل. يمكنك البقاء 4 سنوات في استراليا مع هذه التأشيرة. يمكنك تذكر كلمة لطلب التأشيرة أيضا. هذه الفيزا جماعة تقدر تقعد بها 4 سنين وانت عايش في استراليا بهذه الفيزا. برك أي فيزا، هي ما هي كارت سيجور ما والو، ما هذه فيزا جماعة. هل يمكنك تقديم طلب تأشيرة رانش المتخصصة دون رعاية؟ هذه أجمع هذا خلينا لا يمكنك أن تحصل الحصول على تأشيرة صغيرة من تحمل كيل كبير بدون رعاية. يلزمك تحت الموقع مدرب أسترالي يوافق على منحك عامل عمال مزرعة تحتاج عملك في المستقبل. إذا تقدر من حصول على فهم العمل في موقع الحركة الأسترالية قبل أن يدعمك لهذه التأشيرة.
لازمك تلقى جماعة، واحد لازم واحد يدعمك باللي انت راك اغريكو، راك في الدومين تاع الاغريكو كولتشر. هل يمكن البقاء أطول من هذه التأشيرة؟ يتم قبول فئة التأشيرة الفرعية 482 بشكل شائع لمدة 4 سنوات. في حال رغبتك في البقاء أطول من 4 سنوات، هناك طريقتان مختلفتان لك ولرئيسك، ويمكنك الحصول على هذه التأشيرة مرة أخرى والبقاء 4 سنوات في أستراليا. تحتاج إلى تلبية جميع ضرورات هذه التأشيرة. يمكن لمديرك تسمية برنامج من الإقامة الدائم لأستراليا من خلال الفئة الفرعية مؤامرة عين الرئيس 186 عندما تحصل على سكن دائم في أستراليا. يمكنك العيش والعمل هناك إلى الأبد مع عائلتك. هنا باغ إكزومبل كي تكون عشت 4 سنين تحب كيما نقولوها، هذه كيما نقولوها كي توصل تما، هنا نقدر نحكي كيما توصل تما. هنا كي نقولوها راك تحصلت على راك لقيت بار اكزومبل لي انفيتاك تخدم فيها في الاسترالي، ولقيت كلش، ولقيت كيما نقولوها العمل تاعك، وتقدمت للعمل تاعك وحصلت على الفيزا هذيك تاع اللي تقدر تقعد بها 10 سنين 4 سنين. هنا جماعه كي تخلص لك هذيك تاع 4 سنين وتحب كيما نقولوها حاب تزيد تقعد اكثر من 4 سنين، واش اللي دير؟ تحتاج الى تلبيه جميع ضرورات هذه التاشيره. تسمى المدير تاعك واش اللي يدير، ومن بعد يمكن لمديرك تسميه برنامج من الاقامه الدائمه الى خلال الفرعيه مؤامره تعيين الرئيس. تولي تقدر كيما نقولوها تعيش صاي الى الابد، ما تولي كيما نقولوها دوبل ناسيوناليتي في الاسترالي، صاي خلاص تما كيما نقولوها راك مواطن استرالي نورمال. هنا قائمه المهن المهاره في استراليا للحصول على تاشيره عمال مزارعين تستخدم الحركه بسان جماعه. هنا استراليا راهي خيرت ديجا المهن المهاره في الدومين تاع الاغريكولتشر. مصمم مدير نظام المياه هادو جماعه يحتاجوها جماعه. مهندس زراعي، عالم الحشرات زراعه، هادو جماعه يقبلوهم اوفيسيال جماعه، هادو يقبلوهم مكانش انا على ضمانتي، هادو يقبلوهم يحتاجوهم في اقرب وقت. زراعه المزارع، تامين محصول الزراعة، بحوث زراعة، موظف مهندس ميكانيكي زراعه، مدير مزارع، مدير ضمان الجوده، ضمان الامن الحيوي، مدير مكتب المصنع، مكتب المشرف، صيانه الكهرباء، مجرب ولوحان فني، اعمال زراعي، اخصائي كبار الحضانه الفرديه، حضانة الفرد، مشرف الحضانه، سائق شاحنه، مشغل المصنع المحمول، سائق شوكه الرفع، مساعد الريق، هادو بكلها قسم الزراعه، مشرف القطاع، انشاء البستانه، مدير البساتين، خلق مدير الجهاز، مشرف جهاز، مدير تخزين البرد، هادو المهن بكل جماعه راهم يحتاجوهم جماعه. التعليمات المطلوبه للحصول على تاشيره عمل المزرعه، لا توجد ضرورات تعليميه تحددها الحكومه الاستراليه، مع ذلك تتطلب الحكومه الاستراليه خبره 2 للحصول على تاشيره، نظرا لان هذه التاشيره تجاريه مدعومه ويجب عليك الحصول على خط عمل جديد اولا. لذلك قد يطلب رئيسك المستقبلي اي امكانيه مطلوبه للنشاط. هذه نورمالمون جماعه راهي مفهومه جماعه كيما راهي. كيفين التقدم يطلب الحصول على تاشيره عمل المزرعه الاستراليه؟ هنا يا جماعه، هنا جماعه بشكل عام عليك اتباع هذه الوسائل لتطبيق تاشيره. هنا كيف تقدم الحصول على تاشيره عمل المزرعه الاستراليه كمساله ذات اهميه قصوى، اكتشف عمل يتفوق على شرائك للعمل في منزل مسبق للمنزل في استراليا. لقد وضحنا كيف يمكنك اكتشاف عمل تجاري عندما تقوم بالتحقق على اقتراح توظيف. سيقوم مديرك بتقدم للحصول على تعيين لك. يحتاج المدير الاسترالي لإثبات انه لا يوجد عامل يكون الوصول اليه لهذا النشاط في استراليا. عندما يحصل رئيسك على مهمه من اجله يجب عليك التقدم بطلب الحصول على تاشيره عمال مزرعه في استراليا من خلال سجل فهم تاشيره نقص الكفاءه وجيزه 482. يجب عليك انشاء سجل في موقع الهجره الاسترالي حيث يمكنك تطبيق ذلك على الويب. هنا جماعك راك تقدر تقدم بار اكزومبل راه تسكن في السعوديه ولا في دبي ولا في الجزائر ولا مراكش ولا تونس جماعه في الانترنت، بعد دوموندي هاد الفيزا في الانترنت جماعه، دوموندي الفيزا، ما تروح ما تقول لهم انت وحدك بعد تلوشيرشي يا جماعه، ودوك هاد المقال راهو فيه شرح كبير، راهو فيه شرح كيما نقولوها طري بون شرح جماعه. راهو ما هو منقص من والو يا جماعه، المقال هذا راهو ما هو منقص من والو، راهو كيما نقولوها فيه كلش
فيه كلش يا جماعة. تكتشف عبارة أشيرة العمال في مزرعة في موقع الحركة، تحتاج لبحث من متطلبات تأهيل تأشيرة العمال. هنا تأهيل، هنا تجيبوا لي تجاوز عمرك 50 سنة يا جماعة. هادو الشروط باه يقبلوك، هادو الشروط يا جماعة باه يقبلوك. لازم تكون مفتش العمال 50 عام، لديك في أي حال لمدة عامين للعمل مشاركة مع مهنتك يا جماعة. لازم تكون عندك اكسبيريونس عامين في الدومين تاعك. هنا اللغة UALTC مطلوب بها، هذه التأشيرة على الأقل 5 مجموعات. الـ UALTC هو مطلوب، تعلم اللغة يا جماعة. قد تحتاج لتقييم قدرها في قوة من قوة استراليا كبيرة. على الرغم من ذلك لا يوجد سبب مقتنعين تطبيق قيم قدرات حتى انك تكتشف نشاط تجاري. يعني عندما تكتشف نشاط تجاري سنتكمل تتمكن من تقييم الخبرة والتذكير، وليس كل من تطلب تقييم الكفاءة. سيطالبك رئيسك في فرص الخروج التي تحتاجها بعد الله في لونتروتيان جماعة. هادو ولا لونتروتيان ديال الكلوم تاع في المطار يجب ان تحتاج الى اختبار العافية الصحية والتسيف الاسد. يعني انك ستطلب اعلان عن عملية الشرطة. كيفية العثور على وظيفة عامل مزرعة في استراليا. هنا كيف دير باه تلقى جماعة الوظيفة تاعك، باه تلقى الوظيفة. ترى كل شيء. انا رقم تأشيرة العمال تحتاج لمتابعة الوضع في اي مهنة. ما هو من الوضع انك يجبك ان تتمادى، يمكن ان تبحث من خلال التوظيف عبر الانترنت على جوجل وغيره من السعر المتقدم للموقع. هنا جماعة كيف دير كيما نقولوها بتحوس على سميه على الوظيفة تاعك. نقول تم محاولة تأمين المناصب التي تكون فيها مدرب ساعد للتوسع في رعاية التأشيرة مع توفير فرصة عمل. يجب أن يكون لديك خطاب تمهيدي واستئناف الاستعداد في حال إذا خطاب تمهيدي هذاك والسي في وكذا والواحد تاعك هذاك تسجيهم معاك لتما وتحطهم قدامك يا جماعة في الانترنت، في البيرو تاع الانترنت تاعك يا جماعة. ومن بعد كيما نقولوها ترسل له خطاب تمهيدي ويسينا في المشرف او المدير او تبعث له الخطاب التمهيدي وتبعث له لو سي في تاعك. هنا قداه تسقام لك مسمى تأشيرة عمال. في حال تعيينك يتعين تقديم تأشيرة على شبكة الانترنت في هذه المرحلة، يتعين وعليك دفع الرسوم عبر الانترنت والتي تبلغه 2645 دولار استرالي. المرشح يبلغ من العمر 18 او اكثر، ويمكنك تذكر عبارتك الخاصة بطلب الحصول على التأشيرة مقابل كل سن اقل من 18 سنة. يكون 660 دولار. يمكنك الوصول على التأشيرة الخاصة بك باستخدام كارت فيزا جماعة. هنا جماعة ما يردوش كيما نقولوها في حدود في حدود بار اكزومبل رفض مدة معالجة التأشيرة جماعة. هنا قد يقعدوا بهي قال لك الحركة من 4 إلى 2 شهر تقريبا لتسوية اختبار طلب التأشيرة. ما كان الأمر قد يستغل الأمر وقتا أطول من المتوقع بالاعتماد على ظروف مختلفة جماعة. 4 شهور ل 2 شهر يرجعوا لكم جماعة. قلت 4 شهور ل 2 شهر يا جماعه يرجعوا لكم اسكو ديتو الفيزا والله ما ديتوش يا جماعه. هذه في الانترنت بعد جماعه بار ميل يا جماعه. كيف يتم منح التاشيره؟ هنا هذا السيت حطيته لكم يا جماعه، راهو ايجاب صايره يتم منح التاشيره من التي تلزم الطبيعي ليسهم العلاقه بخطاب اشعاعي لك والذي سيكون له رقم ثاني. ويمكن الاستفاده من هذا الرقم لاستكشاف جميع البيانات المتعلقه بتاشيره من خلاله. ويمكنك التوجه الى هذا جماعه السيت تاع الواحد جماعة. لهنا وكالة توظيف لوظائف العمال الزراعيين. هنا جماعة راهم حطيت لكم لي زاجونس جماعة لي راهم كيما نقولوها. هاد السيت جماعة ولا هنا جماعة كيف يتم منح التأشيرة جماعة. هاهم محطوط لهنا جماعة ولا هنا راهم لي حامية يتم التحقق من تأشيرة الدخول. هذا هو في السيت تاعهم تاع ليميغراسيون اون دافير. هاهو جماعة أسترالي على الهجرة والجنسية جماعة تحقق من تفاصيل الشروط. لهنا تحقق بالتأشيرة تاعك جماعة. كيمدولك التأشيرة تاعك جماعة. هنايا باسبور
تحط الباسبور هنا، تكتب الواحد تاعك، دوكيمون نمبر، تحط لهنا، تحط الواحد تاعك سميو لي هنا، تحط الباسبور تاعك هنا، تحط الواحد هادي. من بعد كي نقولوها تحصل على دات باسبور، طب طب تكل هنا جماعة لهنا، انت درت الواحد تاعك، تحققت من الفيزا تاعك. لحميس أشياء يتيح التأخر من تسجيل الدخول عبر النظام صاحب العام المقدم لنا لمن غيرها من المنظمة تحقق من تفاصيل شروط أشياء. فيفو يخبرك هكا جماعة، فيفو يخبرك كل هنا وكالة توظيف لوظائف الأعمال الجماعية. أجمع راني هنا حوست لكم على بزاف وكالات أجمع، حطيت لكم الوكالات هادو أجمع، هادو الوكالات راهم أجمع كيما نقولوها. تدخل لهنا جماعة، هنا هنا الوكالات هادو هما جماعة اللي كيما نقولو هاي ادخلوها جماعة. راني حطيت انا بزاف وكالات جماعة، كونتاكتيوهم جماعة ويمدو لكم قدهن، كونتاكتيوهم جماعة هنا ويمدو لكم سميهولي، يمدو لكم يمدو لكم جماعة سميهم لي كيفاه ديرو، كيفاه ديرو، كيفاه تحصل على الفيزا تاعك، كيفاه كيما نقولوها هادو الوكالات جماعة ريكريتو 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 في الدومين تاع لاكريكولتور جماعة. هنا تحط الواحد تاعك، تحط سميهو لي، تحط استراليا، تحط الدومين تاعك واش هي المجال تاعك جماعة. من هنا هنا تاع الواحد تاع الخدمات اللي كاينين جماعة، وهادو كل جماعة راهم وكالات توظيف جماعة، وكالات توظيف جماعة. هنا السعي لتوظيف موقع حصول تسجيل عمل مزرعة، هنا ثانية جماعة، هادو ثانية جماعة دومونديو فيهم، راكم تلقاو بزاف جماعة. راني حطيت لكم جماعة هاد لا جماعة هاد الشرح راني تعبت فيه بزاف جماعة، وراني حوس لكم على كلش جماعة، على كلش. شت كي تتبع المقال هذا، هذا المقال كي تتبعوه جماعة، هذا المقال اللي درته لكم كي تتبعوه، هذا كي تتبعوه جماعة راك تدي فيزا تاع اغريكولتير في الاسترالي، راك كون تتبعوه جماعة راه فيه كل المعلومات جماعة، راه فيه كل المعلومات. وتعبت معاه بزاف جماعة، راني حطيت لكم بزاف مواقع جماعة لهنا، هادو هما اللي تحوسوا عليهم، تحوسوا فيهم بكل جماعة. هاد المواقع اللي حطيته لكم لهنا جماعة راكم تلقاو بزاف 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 جماعة معلومات فيهم. هنا تطلب الواحد تاعك، تحط السي في تاعك، تحط الخطاب التمهيدي تاعك هذاك جماعة، ترسل لهم جماعة طب 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 طب، دير نهار من نهارات جماعة ودوموندي جماعة الواحد تاعك. بربي بربي ان شاء الله جماعة تديو الحايد تاعكم، تديو تديو الفيزا هذه يا جماعة. وجماعة ادعمونا جماعة، دعمونا فلاشانا جماعة، دعمونا بزاف فلاشانا جماعة، دعمونا. راني ما قادش نشوف فيه بزاف تفاعل، راني حطيت بزاف حوايج ومش قادش نشوف فيه بزاف تفاعل، مع ان مع ان ال 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 ها مجمع هذا السيت، هذا السيت تاع تحوس على تحوس على كيما نقولوها خدمة جماعة، هنا تحوس على وظيفة كيما نقولوها. هذا السيت جماعة ها هو جماعة، ادخل ليه بركة جماعة، حوس على الخدمة تاعك في مازال اغريكولتير جماعة، اغري فارم هنا هنا استرالي. هنا تلقى ال هنا نطاف الواحد هنا يكفى تحوس جماعة في ال هنا هنا باغ اكزومبل الواحد مجمع هال هاي كيف هات دموندي للواحد تاعك أبلي الواحد تاعك ها أسيستان مناجر جماعة. هنا هنا دموندي الواحد تاعك، هادو لي سيت جماعة اللي حطيتهم لكم راهم كيما نقولوها فالابل 100% جماعة. تغير الواحد تاعك ها، هادو تغير الواحد تاعك ودوموندي جماعة، يمدو لكم نورمالمون ويرجعو لكم جماعة، يرجعو لكم اوفيسيال جماعة، يرجعو لكم اوفيسيال جماعة. المهم جماعة ادعمونا جماعة، بربي ان شاء الله احنا مدابينا
نكبروا الواحد تاعنا ونزيدوا كيما نقولوها تشجعونا تشجعونا باه نزيدوا كيما نقولوها نقدموا لقدام يا جماعه باه نزيد نعطيكم حفايس ملاح بربي ان شاء الله. المهم يا جماعه ابوني لاشين وادعمونا يا جماعه في هذا الواحد مدى بينا هاد الشرح يا جماعه يوصل حتى باغ اكزومبل حتى المعمل ليش انا دي جام بزاف ديرونا لي جام بزاف في هاد الواحد في هاد الموضوع يا جماعه في هاد الموضوع يا جماعه دعمونا يا جماعه ربي ان شاء الله هذا الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن. ديروا لي جام يا جماعه ديروا لي جام وابوني ولا شي حاجه يا جماعه في موضوع اخر ان شاء الله.